حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، النبي صلى الله عليه وسلم حرم مصافحة الرجل للمرأة. دعونا نتأمل ما يكشفه علماء الغرب اليوم، وكيف حذر النبي عليه الصلاة والسلام من خطورة هذا الأمر. في دراسة نجرت على جريدة الجارديان عام 2015، وجدوا أن بعض الناس يشم رائحة الخوف أو المرض لدى الآخرين من خلال المصافحة. ودراسة حديثة تؤكد حدوث تغيرات خاطفة على الوجه، وبخاصة عندما تتم المصافحة بين جنسين مختلفين. وفي دراسة ثالثة تبين أن رائحة عرق الأنثى يمكن في حالات خاصة طبعا أن تثير غريزة الرجل الجنسية، بخاصة روائح النساء الغريبات، أي من غير الأقارب أو المحارم. وتقول الدراسة إن الرجل يصرف وقتا أطول في شم يده لالتقاط آثار رائحة المرأة التي صافحها. هذه الرائحة يمكن أن تؤدي أيضا إلى الإثارة الجنسية لدى الرجل، وتحرض على المنافسة للحصول على المرأة، وهذه غريزة موجودة بشكل أوضح لدى الحيوانات. إذن أيها الأحبة، عملية المصافحة ليست عملية سهلة أو عشوائية، بل هناك غرائز، هناك روائح، هناك أشياء تحدث بنتيجة تكرار هذه المصافحة. النبي عليه الصلاة والسلام له حديث خطير جدا، قال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. سبحان الله. ومعنى يمس هنا ليس فقط الجماع أو الممارسة الجنسية، بل أي نوع من أنواع المس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن اتباع هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.